منطقة حاروج دي من الناحية الشرقية للساحل الشرقي على لإنجلترا، كلها سواحل على مد البصر، أميال من السواحل، وهم رافضين أي شغل بتاع سياحة، لا في فنادق لا في منتجعات لا في أي شيء يتقدم يرفضوه. عاوزين المنطقة تكون محافظين على كده. أطيب ناس، هي أطيب ناس، احتكاكي معهم فعلا ناس ممتازين. الحاجة الوحيدة الشاليهات دي شايفينها، الشاليهات دي 10,000 9,000 شاليه، دي الحاجة الوحيدة على الساحل، حتى قهاوي ما في. وعندهم هنا زي مينا صغير كده انه بتتحرك البواخر يجزوا، طبعا اوروبا هو ذاك ممكن 12 ساعة اتجاه المعاكس. ده لسان بحري، يعني في المرة الاسبوع اللي فات كنا في الجزر اللي هناك، يعني ممكن تقول كان بتاع 40 كيلو من السواحل، بس مشي وأسر ومشي وفي أي شي تاني، لا قهاوي لا فنادق لا، يعني فعلا جميل فعلا. هارويتش.